كابتن عادل، يمكن ما ينفعش حضرتك معايا ما نتكلمش بقى عن الموسم والاستعدادات والدنيا ماشيه ازاي ورايحين لفين وايه الاستعدادات وايه البطوله، هل في بطوله عربيه هنشارك فيها ولا لا، بطوله افريقيه، يعني كلمني عن الموسم بقى، شكل البطولات وشكل الموسم هيبقى شكله ايه؟ والله المفروض ان في بطوله فرديه المفروض ان هي في شهر 10، بس مش عارف مدى كم امكانيه 10 مدى امكانيه انها ممكن تقام، لا لان اللي هي في ميعادها هتبقى يوم 16. فين دي؟ لسه ما تحددش مكانها. بطوله يعني افريقيه ولا لا فرديه؟ فرديه يعني محليه. لو احنا بنتكلم محليه الاول لان المنتخب هيبقى في بطوله العالم، هيرجع من 18، فمش عارف بقى هل بالظبط. عندنا ان شاء الله بطوله الانديه العربيه في شهر 12، احنا حامل لقب رجال وسيدات بالظبط كده. عندنا في شهر 12 هتتعمل، كانت المفروض انها تتعمل في تونس، اتعملت السنه اللي فاتت في الاردن، اتعملت في الاردن، كانت المفروض السنه دي تتعمل في تونس بس تونس اعتذرت فمصر خدتها. هتعمل في مصر ان شاء الله، بس لسه المكان فين والزمان بالظبط امتى؟ من 25/12 ل 31/12 ان شاء الله. في اخر السنه. اخر السنه. بس المكان فين لسه ما تحددش. تمام. عندنا بقى ان شاء الله هيبقى في بقى يتخلل الفتره دي الدوري بتاعنا اللي هي المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، بعد كده احتمال في شهر 3 وشهر 4 يبقى نهائيات الدوري، في شهر 6 ان شاء الله 23 احتمال كبير جدا بطوله الانديه الافريقيه تتعمل، والنادي الاهلي يعني ممكن تتعمل عندنا ان شاء الله في النادي الاهلي. نسختها الاولى ولا قبل كده اللي هي نسخ؟ بس انا اول مره اسمع بطوله الانديه الافريقيه. لا 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 اتلعبت السنه اللي فاتت، نادي انبي من مصر خدها. السنه دي المفروض ان هي هتتعمل، وان شاء الله احتمال كبير جدا ان هي تتعمل في النادي الاهلي ان شاء الله في شهر 6 ان شاء الله. يعني انتوا بتفكروا تجيبوها النادي الاهلي بالظبط كده ان شاء الله. جدا. طب هو بيبقى في الانديه الافريقيه مين اكبر منافسين؟ هل الانديه المصريه برضو ولا من الانديه في نيجيريا؟ في نيجيريا طبعا، في انديه من نيجيريا، في من الجزائر، من مصر طبعا بقى يبقى في الاهلي، في الزمالك، في انبي. دي هتبقى منافسين في الرجال. بنفكر والسيدات برضه في السيدات. بالظبط كده، في السيدات هيبقى برضه ان شاء الله. طيب.